بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد عباد الله، فعنوان حديثنا اليوم بإذن الله تعالى هو: الصيام خير ختام للأعمال. نريد من هذا الحديث الحث والتحريض على الإكثار من الصيام، لا سيما في هذه الأيام التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر فيها من الصيام، ألا وهي أيام شهر شعبان. هذا الشهر الذي لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن إكثاره من الصيام فيه، بين صلى الله عليه وسلم فضيلة الصيام في هذا الشهر، فقال: ذلك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. ولذا عباد الله، فإننا نريد اليوم أن نأخذ بالحديث إلى هذا الغرض، ألا وهو كما نكرر الحث والتحريض للمسلمين على الإكثار من هذه العبادة في هذه الأيام، أيام شهر شعبان. ولكن قبل أن نتحدث حول هذه العبادة الفاضلة من حيث مكانتها في الدين وفضائلها عند رب العالمين، لابد لنا من تمهيد يدور على ثلاثة مسائل. المسألة الأولى وهي ختام الأعمال، والمسألة الثانية وهي زيادة الإحسان عند ختام الأعمال، والمسألة الثالثة وهي نوع العبادة المختار عند ختام الأعمال. أما الأولى كما ذكرنا فهي مسألة ختام الأعمال. فاعلم أيها المسلم أن أعمالك ترفع إلى الله عز وجل على أنواع من الرفع،
فهناك رفع يومي، وهناك رفع أسبوعي، وهناك رفع سنوي. ترفع أعمالك إلى الله عز وجل على هذا النحو. أما الرفع اليومي فإن الملائكة التي تتعاقب فينا ترفع أعمالنا إلى الله عز وجل كل يوم، فهناك ملائكة يتعاقبون فينا في صلاة الصبح وصلاة العصر، ترفع الأعمال إلى الله عز وجل، لا سيما أعمال الصالحين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تتعاقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيصعدون الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم على ما وجدتم عبادي، فيقولون: وجدناهم وهم يصلون، وتركناهم وهم يصلون. هذا شأن المؤمنين الصالحين، ترفع أعمالهم من خلال صلاة العصر وصلاة الفجر. وكذلك رفع آخر، وهو الرفع الأسبوعي الذي يتكرر مرتين في الأسبوع، وذلك يكون يومي الاثنين والخميس. ترفع أعمالنا إلى الله عز وجل بخيرها وشرها، ويظهر ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن إكثاره من الصيام في هذين اليومين، فقال صلى الله عليه وسلم: هذان يومان ترفع فيهما الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وأما الرفع السنوي وهو أخطره، أي هو أهم وأخطر أنواع الرفع إلى الله تعالى، ذلك أنك ربما في يومك وفي أسبوعك تفرط، لكن عندك الفرصة للجمع السنوي إن أدركك الأجل إلى أن تحيا عامك كله. وهذا الرفع السنوي يكون في شهر شعبان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العباد، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فهذه أنواع الرفع لأعمالنا عند الله يوم القيامة، وهي المسألة الأولى كما أشرنا في تمهيدنا. وأما المسألة الثانية وهي السنة الشرعية الكونية العظيمة، وهي الإحسان في ختام الأعمال أو زيادة الإحسان في ختام الأعمال، فإن من السنن الشرعية بل والكونية زيادة الإحسان في ختام الأعمال. أي نعم، ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالخواتيم. وكان يدعو ويقول صلى الله عليه وسلم: واجعل خير أعمالنا خواتيمها. فخواتيم الأعمال هذه من أهم مراحل الأعمال، وأنت تؤخذ بهذه المرحلة الأخيرة وتؤاخذ عليها. فربما الإساءة السابقة إذا ختمت عملك بالخير كانت سببا، ربما الإحسان في ختام العمل كان سببا في غفران السيئة في مقدمة العمل. ولذلك من السنة الشرعية والكونية الإحسان دائما في أواخر الأعمال وأواخر الأحوال. وانظر إلى ذلك في السنن الشرعية والكونية التي نذكر لك أمثلة عليها. ألا ترى أن أفضل ساعات الليل هي الساعات الأخيرة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا
في الثلث الأخير من الليل، فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ ألا ترى أن أفضل ساعات الأسبوع هي آخر ساعاته، وهي الساعات الأخيرة من يوم الجمعة، وذلك بعد عصر يوم الجمعة؟ هذه أفضل ساعات الأسبوع. ألا ترى أن أفضل شهور السنة أواخرها، وهي رمضان وشوال وذو القعدة وذو الحجة؟ ألا ترى أن أفضل أيام أفضل الشهور وهو رمضان أواخره، وهي الأواخر العشر من رمضان؟ ألا ترى أن أفضل أيام العشر من ذي الحجة، تلك الأيام التي هي أفضل الأيام عند الله، أواخرها؟ وهي يوم التروية ويوم عرفة ويوم النحر. ألا ترى أن أفضل مرحلة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في عمره أواخرها؟ إذ أنه بعث بعد الأربعين. وهكذا، هذا شيء ملموس في السنن الشرعية والكونية، أن زيادة الإحسان في أواخر الأعمال والأحوال أمر مرغب فيه. ولذا فإنه ينبغي عليك أن تحرص دائما على أن يكون ختام يومك، ختام عملك، ختام حالك أحسن الحال. وكما نكرر أن من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: واجعل خير أعمالنا خواتيمها. وهنا تأتي المسألة الثالثة، وهي اختيار العمل الذي تختم به عملك. فيحرص الإنسان على أن يتخير خير الأعمال لتكون هي آخر عمله، ليرفع ذلك عند الله عز وجل، ومعه أحسن الأعمال وأحسن أنواع العبادة. فالعبادات تتفاوت في درجاتها عند الله عز وجل، فأمهات العبادات أعظم العبادات، الصلاة والزكاة والحج والصيام، هذه أعظم العبادات، ويأتي من تحتها درجات للعبادات تصل إلى إماطة الأذى عن الطريق، هذه كلها عبادات لله تعالى. ولذا فالمسلم العاقل ينبغي عليه أن يتخير أفضل العبادات ليختم بها عمله الذي سيرفع إلى الله تعالى. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخير ما يتناسب مع خواتيم أحواله. فعلى سبيل المثال، كان إذا أوى إلى فراشه تخير الدعاء، ولا سيما الدعاء الذي يعلن به التوحيد ويظهر به التخلص من الشرك، وهذا كثير في أدعية النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا كان العمل ممتدا لوقت أطول فيتخير العبادة الأعلى، وهذا إشارة إلى فعله في شعبان، فإنه قال: ذلك شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين. فلما كان هذا كتاب السنة الذي يرفع عملك به في هذا الشهر إلى الله، تخير النبي صلى الله عليه وسلم عبادة يختم بها عمله، هي من أفضل وأجل العبادات، ألا وهي عبادة الصيام. قال: وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وعبادة الصيام عباد الله كما عنونا للحديث خير ختام للأعمال، وليس في شعبان فحسب، وإلا فإنك تلحظ ذلك
من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وفعله في أحوال أخرى. ومن ذلك الحديث الذي تقدم بقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صيام يوم الاثنين والخميس، قال: ذهبان يومان ترفع فيهما الأعمال، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. إذن عبادة الصيام هذه عبادة جليلة، إذا ختم للإنسان بها، بل ويصرح صلى الله عليه وسلم بهذا الفضل، فيقول صلى الله عليه وسلم: من ختم له بصيام يوم دخل الجنة، من ختم له بصيام يوم دخل الجنة، أي إن مت وأنت صائم ضمنت الجنة. فدل ذلك على فضيلة هذه العبادة الجليلة العظيمة، ولا سيما في شهر شعبان، فإنه كان يكثر منها إكثارا ليس في غيره، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، أي تقصد أكثره. وكذلك يظهر من سؤال أسامة بن زيد للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم أرك تصوم شهرا ما تصوم من شعبان. فدل ذلك على أن أكثر العبادات كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بها في شهر شعبان هي عبادة الصيام، برغم أن الصيام المفروض سيأتي بعد قليل، وكأنه صلى الله عليه وسلم يستقبل العبادة العظمى، عبادة الصيام التي هي من أمهات العبادات في الإسلام، باستعداد لها، فيكثر من الصيام، ثم كذلك ليكون ذلك ختام عمله عند الله تعالى، فيرفع عمله وهو صائم، اليوم كان صائما. هكذا المسلم في شهر شعبان يجتهد أن يكون كل يوم من أيام عمله مرفوعا إلى الله، مختوما بخاتم الصيام، وليجتهد في ذلك. وهذا عباد الله يدل على عظيم مكانة هذه العبادة العظيمة. ولذا فحديثنا الباقي يدور حول فضيلة هذه العبادة العظيمة، عبادة الصيام، التي تخيرها النبي صلى الله عليه وسلم ليختم بها عمله. ولما لا عباد الله، وهي العبادة التي لا مثل لها. أي نعم، إن عبادة الصيام قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: لا مثل لها. ويظهر ذلك من حديث أبي أمامة رضي الله عنه، قال: أنشأ النبي صلى الله عليه وسلم غزوا، قال: فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ادعوا الله لي بالشهادة، أي أن أموت شهيدا في هذا الغزو. قال: فقال: اللهم سلمهم وغنمهم. قال: فسلمنا وغنمنا. قال: ثم أنشأ غزوا ثانيا، يعني بعده بمدة. قال: فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ادعوا الله لي بالشهادة. فقال: اللهم سلمهم وغنمهم. قال: فخرجنا فسلمنا وغنمنا. قال: ثم أنشأ غزوا ثالثا بعد ذلك. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، قد أتيتك مرتين قبل مرتي هذه، وسألتك أن تدعو الله لي الشهادة، فقلت: اللهم سلمهم وغنمهم، فسلمنا وغنمنا، فادعو الله لي بالشهادة.
فقال اللهم سلمهم وغنمهم. وهذا فيه إشارة إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فإنه صلى الله عليه وسلم يوحى إليه، ولعل مما أوحي إليه به أن هذا الصحابي رضي الله عنه سيموت لكن بغير القتل في سبيل الله. ولذا كلما كان يسأله الصحابي أن يدعو له بالشهادة يعرض النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كانت الثالثة فهم الصحابي رضي الله عنه الأمر، وأنه لعله أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل ليست نهايته في الدنيا هي القتل والشهادة، لكنه هو حريص على أن ينال المرتبة العالية والأجر العظيم عند الله تعالى، ولذا يطلب الشهادة. فجاء الصحابي رضي الله عنه فقال يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة. خلاص أنا فهمت إن أنا لم يوحى لك بأني من أهل الشهادة، لكنه رضي الله عنه هو الحريص على أن ينال الدرجات العلى ولو بعمل آخر. فقال يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالصوم فإنه لا عدل له، وفي الرواية الأخرى فإنه لا مثل له. العلماء اختلفوا في هذه العبارة، وأقف مع هذا الخلاف وقفة سريعة لأبين لكم عظيم وجلالة هذه العبادة، حتى قال بعض العلماء الإكثار من الصيام كإكثار أبي أمامة على نحو ما دله النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الشهادة، فإنه لما سأله الشهادة دله بعد ذلك على الصيام وقال فإنه لا مثل له، حتى احتج بعضهم بحديث يشابهه حديث في شأن الشهيد. أما الحديث الذي في شأن الصائم فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن خلوف الصائم عند الله أطيب من ريح المسك، وهذا هذه الرائحة التي تنبعث من فم الصائم نتيجة للجوع، قال أطيب من ريح المسك. فقال الذي قال بأفضلية الصيام على الشهادة أي الإكثار يعني من الصيام والمداومة عليه، قال هذا في الصائم، أما في الشهيد فقيل وإن دم الشهيد عند الله يوم القيامة كريح المسك، كريح المسك. وقالوا في الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، ففضل بعضهم ذلك، والمسألة محل خلاف بين العلماء. الغرض من ذلك أن هذه العبادة العظيمة عبادة جليلة تنافس الجهاد في سبيل الله، وهي الإكثار من الصيام. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يختم بها أعماله. الصيام عباد الله عبادة العالم، وهذا مما يدل على جلال هذه العبادة وعظيم مكانتها، إنها عبادة العالمين. ليس الصيام عبادة لأمة دون أمة، لا، لأجل أن الصيام عبادة عظيمة شرعها الله عز وجل لجميع الأمم، والأدلة على ذلك أيضا كثيرة نذكر بعضها. فمن ذلك قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالصيام كتب على الذين من قبلنا لجلالة هذه العبادة.
ومما جاء في الحديث أيضا موضعين. أما الموضع الأول فهو حديث يحيى بن زكريا عليه السلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن، وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن. قال: وإنه كاد أن يبطئ بذلك، أي كاد زكريا يحيى عليه السلام أن يتأخر في إبلاغ الخمس كلمات. فقال له عيسى عليه السلام: إن لم تبلغ أبلغ أنا. ومعلوم أن يحيى وعيسى عليهما السلام ابني خالة، فأم يحيى هي أخت مريم عليها السلام، وفيه إشارة إلى كثرة الأنبياء في بني إسرائيل لكثرة عنادهم، وأنه قد يكون في الوقت الواحد في القرية الواحدة أكثر من نبي. فهذه لحظة يجتمع فيها نبيان عند بيت المقدس، يحيى بن زكريا وكان من قبل زكريا، وعيسى عليه السلام. فقال عيسى: إن لم تبلغ أبلغ. فقال يحيى: إني أخشى أن يخسف بي أو أن أعذب بذلك. فدعا الناس إلى بيت المقدس، فاجتمعوا واحتشدوا حتى جلسوا على الشرف، ثم قام فيهم خطيبا فقال: إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن. وأول ذلك أن تعبدوا الله لا تشركوا به شيئا، وإن مثل ذلك كمثل رجل له عبد اشتراه من خالص ماله من ذهب أو ورق، ثم قال له: هذه داري وهذا عملي، فاعمل وأدي إلي. فكان هذا العبد يعمل ويؤدي إلى غير سيده، فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ هذا مثال المشرك والعياذ بالله، إنه يوجه دعاءه وسؤاله وشكره وتعلقه لغير الله. ثم قال: وأمركم بالصلاة، فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله عز وجل ينصب وجهه إلى وجه عبده إذا قام يصلي. وأمركم بالصيام، ثم ضرب المثل لذلك، قال: وإن مثل ذلك كمثل رجل في عصابة، أي مجموعة من الناس حوله، معه صرة فيها من المسك ما فيها، وكلهم يعجب أو يعجبه ذلك، وإن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، إلى آخر الحديث. فالشاهد قول يحيى عليه السلام ما يدل على أن الصيام كان في الأمم السابقة كان كنفس الصيام الذي علينا، بخلاف ما ابتدعه اليهود والنصارى مما ألفوه واخترعوه من صيام لا يأكلون فيه الأرواح وكذا، مما لم ينزل الله به من سلطان على أنبياء بني إسرائيل. ودل ذلك على أن الصيام كان على نفس التشريع وهو الجوع والامتناع عن الأكل والشرب والشهوة ونحو ذلك. ولذلك ضرب لهم المثال على أن هذه العبادة عبادة عظيمة وصاحبها متميز بين الناس. أي نعم، إن الصائم متميز بين الناس، مع التنبيه على الإخلاص، فإنه بين الناس كرجل يحمل صرة فيها مسك، عروق مسك، وحوله الناس كلهم يعجبه ذلك، ريحة تنبعث طيبة جميلة من هذا الرجل، كلهم يعجبهم هذا الحال، ويتمنى كل منهم أن لو كان مثل هذا الرجل معه صرة من المسك
ينبعث منها الرائحة الجميلة. وهذا مثال رائحة فم الصائم. ولذلك قال بعدها: وإن خلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك. ومما يدل كذلك، أي الموضع الثاني للاستدلال على أن هذه العبادة عبادة العالمين، يقول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه: كنت وأنا شاب أصوم ولا أفطر وأقوم ولا أنام. قال: فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فلقيني أو أرسل إلي. قال: فقال: أولم أخبر أنك تصوم ولا تفطر وتصلي ولا تنم؟ ثم قال: إن لعينك حظا وإن لنفسك حظا وإن لأهلك حظا. أي كل هذا، أي كل جهة من هذه الجهات لها عليك حق ونصيب. إن لعينك حظ ترتاح من قيام الليل المستمر، وإن لنفسك حظ تأكل تشرب تتلذذ بشيء من الدنيا، وإن لأهلك حظ. قال: فقلت: يا رسول الله، إني أطيق ذلك، هي أنا أطيق أن أصوم وأصلي على هذا النحو، شباب، نسأل الله أن يرد شباب المسلمين إلى الخير. فقال: إني أطيق ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صم من كل 10 أيام يوما، أي صم من الشهر 3 أيام، ولك أجر 9. وذلك لأن الحسنة بعشر أمثالها، اليوم بعشرة. فقال: يا نبي الله، إني أطيق أكثر من ذلك. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يزيد له وهو يقول: أطيق أكثر من ذلك. حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم: صم صيام داود. فقال: وكيف كان صيام داود؟ قال: كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. أي لم يكن الصيام يضعفه، أي كثرة الصيام تضعفه، فهو صائم ويجاهد، صم يوما وأفطر يوما. فالشاهد عباد الله من الحديث أن هذه عبادة للعالمين. فهذا داود أيضا من أنبياء بني إسرائيل. وصف النبي صلى الله عليه وسلم لأمته أن تصوم مثل صيامه، مما يدل على أن صيام بني إسرائيل كان نحو صيامنا، بخلاف ما ابتدعه اليهود والنصارى. فعبادة الصيام عباد الله عبادة عالمية، عبادة جليلة عظيمة فرضت على كل الأمم قبلنا، عبادة لا مثل لها. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المكثرين بالصيام في شهر شعبان، فاللهم أعنا على ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عبادة الصيام عباد الله عبادة جليلة لها من الفضائل الكثير، وإنا نذكر على مسامعكم
بعض فضائل هذه العبادة الجليلة العظيمة، ليكون ذلك تحريضا وحثا لنفوسكم على الإكثار من هذه العبادة الجليلة. وإن العبد ربما يجد المشقة مع هذه العبادة، لكن هذه المشقة تزول بإذن الله تعالى مع استحضار الفضل والأجر والثواب الذي أعده الله عز وجل لمن أدى هذه العبادة وقام بها. وإن من فضائل هذه العبادة أنها العبادة الوحيدة التي نسبها الله عز وجل إلى نفسه، مع أن العبادات كلها تؤدى لوجه الله، لكن لزيادة الشرف نسبها لنفسه. فقال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، قال: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يدع طعامه وشرابه وشهوته لأجلي. فبان من ذلك عظيم شرف هذه العبادة، إذ ينسبها الله عز وجل إلى نفسه. وما نسب إلى الله عز وجل إما نسبة ملكية أو نسبة تشريف، وهذا مما نسب إلى الله تعالى نسبة تشريف وإعلاء لقدر هذه العبادة. ومن فضائل عبادة الصيام أنها عبادة الإخلاص، أي نعم إنها عبادة امتحان الإخلاص عند المؤمنين. ولذا فهذا يظهر من قول الله عز وجل في هذا الحديث القدسي السابق، قال: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجل ذلك. أن الصائم يفعل ذلك احتسابا، لأنه من الممكن أن يميل إلى أي جهة بعيدا عن الناس ويأكل ويشرب، لا أحد يرى، يدخل بيته أو نحو ذلك ويأكل ويشرب. لكن لما كانت هذه العبادة عبادة إخلاص واحتساب ارتفع شأنها، فقال الله في حقها: يضع طعامه وشرابه لأجلي، وقال: إلا الصوم فإنه لي. وذلك كما ذكرنا لأنها عبادة الاحتساب. ونعني بذلك ما ذكره العلماء من أن الصائم المخلص محتسب في هذه العبادة، وذلك أنه يترك ما أباحه الله عز وجل، يترك المباح لله تعالى، فيترك الطعام الذي أباحه الله، ويترك الشراب، ويترك الزوجة، كل ذلك احتسابا للأجر الذي ينتظره من الله. ولذلك هذه عبادة عظيمة جليلة يظهر فيها الإخلاص والاحتساب. ومن فضائل هذه العبادة كذلك أنها عبادة التقوى العظيمة. لم يشر لعبادة من العبادات في ارتباطها بالتقوى كما أشير أيضا لعبادة الصيام. إن الله عز وجل لما ذكر آيات الصيام في سورة البقرة بدأت بالكلام عن التقوى وانتهت بالكلام عن التقوى، فقال في أول آية من آيات الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعلكم تتحصلون على مرتبة التقوى. وختمت الآيات بعدما تكلمت بعضها عن الأحكام وغير ذلك بالكلام عن التقوى، فقال تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. فالصيام من أوله إلى آخره عبادة التقوى.
عبادة يراد منها أن يكون الإنسان تقيا، ولما لا؟ وهو الذي أجاع نفسه وأعطش نفسه وامتنع عن ما أباح الله له ابتغاء مرضات الله. أليس هذا من التقوى عباد الله؟ ولا سيما لو أضاف إلى ذلك التحلي بأخلاق الصائم، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث. فإن سابه أحد أو شاتمه فإنما يقول: إني صائم، إني صائم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. عبادة الصيام عباد الله من فضائلها أنها العبادة التي خص لها باب في الجنة، مما يدل على عظيم شرفها وشرف أصحابها. فهناك باب في الجنة مخصوص للصائمين، أي المكثرين من الصيام، وسماه الله عز وجل اسما يناسب حالهم، سماه الريان. والريان مشتق من الري، أي إن الصائم يعطش لله، فيكون الري عند الإفطار، ويكون الريان يوم القيامة في الجنة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: إن في الجنة بابا يقال له الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون، فإذا دخلوا أغلق ولا يدخله أحد غيرهم. باب بتاع الصائمين فقط، المكثرين من الصيام فقط، شرف. تصور أنت في الدنيا عندما ينادى على فئة من الناس قبل الناس جميعا، ويخصص لهم أماكن أو كراسي أو أبواب معينة فيها راحة، كم تتمنى عند ذلك أن تكون منهم؟ عندما يقال: استنوا يا جماعة والدنيا زحمة، كل الناس احنا عايزين أصحاب الوصف الفلاني، هيخشوا من الباب ده لوحدهم بعيد عن الزحمة، وهيدخلوا يقعدوا جوه في جو أفضل وأحسن مما أنتم فيه. عند ذلك تتمنى أنت ذلك في أمر من أمور الدنيا اليسيرة، فكيف بالجنة؟ كيف بالآخرة؟ يوم يعطش الناس عطشا شديدا، ثم يقال: أين الصائمون؟ فينادى عليهم فيدخلون من باب الريان. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. ومن فضائل هذه العبادة الجليلة، عبادة الصيام، أنها عبادة تقي الإنسان من الفواحش، وحصنه من الرذائل. أي نعم، وإن من أكثر الناس عردة للفواحش والرذائل هم الشباب. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم نصحهم بأمرين: فإن لم يوجد أحدهما يوجد الآخر. أما الأول فهو الزواج، لأنه يحصن الإنسان عن الفواحش، لكن إن لم يقدر كما هو الحال في شبابنا في هذه الأيام، أسأل الله تعالى أن ييسر أمر الزواج لشباب، فإنه عليه بالبديل الذي يحصنه عن الفواحش والرذائل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، فإن لم يستطع فعليه بهذه العبادة العظيمة، فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. سبحان الله، والوجاء عباد الله فعل كانت تفعله العرب بالمواشي، لا سيما الغنم، فكانوا إذا أرادوا أن يأكلوا لحما لذيذا قليل السمن، فكانوا يضربون ذكر الشياه، يضربونه على خصيتيه ضربا يوجئه، أي يجعله لا يشتهي الإناث، فعند ذلك لا يشتهي الإناث، وهذا مما يجعله له عندهم طعما لذيذا في اللحم، وهذا يسمى الوجاء.
فيصف النبي صلى الله عليه وسلم حال الشاب الذي يخاف على نفسه الفاحشة ولا يجد الزواج مع الصيام أنه له وجاء. الصيام سيحصنك أيها الشاب. وهذه العبادة لو أنها انتشرت في شبابنا ودعي إليها لتغير حال شبابنا. أسأل الله أن يصلح شباب المسلمين. ومن فضائل هذه العبادة أيضا أنها الغنيمة الباردة في الشتاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: غنيمة المؤمن الباردة الصوم في الشتاء. حاجة كده تاخدها بسهولة، لأن نهار الشتاء قصير وليس فيه عرش كثير، لذلك غنيمة سريعة يأخذها الإنسان في الشتاء الصيام. وأما الصيف فإنه أعظم أجرا. فيقول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فيما يرويه في حديثه الطويل، وهو حديث السفينة والذي أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ما جاء فيه، قال: فهتف الهاتف وقال: إن الله قضى على نفسه أنه من أعطش نفسه لله في يوم صائف سقاه الله يوم العطش. في يوم حر سقاه الله يوم العطش. يقول الراوي: فكان أبو موسى يتحين اليوم شديد الحر فيصومه لأجل أن يكون من أهل هذا الأجر وهذا الفضل. والفضائل في الحقيقة كثير لا يسع الوقت للكلام عنها جميعها، ولعلنا نذكر شيئا من ذلك في أحاديث أخر بإذن الله تعالى. لكن آخر ذلك وأختم به، إن الصيام من فضائله أنه حتى المرضى، فإن بعضهم يكون له الصيام دواء، وإن من أشهر ذلك مرضى ما يسمى بالسكري. نسأل الله تعالى أن يشفي مرضى المسلمين. فإن الأطباء يقولون إن مرضى السكري من خير العلاج لهم الجوع، ونقول بالشرع من خير الجوع لهم الصيام. وذلك لأن غدة البنكرياس هذه تفرز مادة الأنسولين بالجوع، أما مع الشبع فلا تفعل وإنما ترهق، ويكون ذلك علاجا لمريض السكر بل ولعموم الناس، لأنه كما جاء في خبر: صوموا تصحوا، وقال: تسحروا فإن في السحور بركة، وقال صلى الله عليه وسلم: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. فالصوم راحة للمعدة، راحة للبدن، راحة للجسم. حتى الذين يعملون في أعمال شاقة نقول لهم: تسحروا في آخر ليلكم سيكون لكم بركة، ويعينكم على أعمالكم التي فيها مجهود بالنهار، ولا تحرموا أنفسكم فضل الصيام في شهر شعبان، فإن في أكلة السحر والسحور بركة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن تسحر في آخر الليل، لأن ذلك مما يعين على التقوي على الصيام بالنهار. أسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على طاعته وحسن عبادته في شعبان وفي رمضان وفي سائر الأيام. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في سوريا وفي كل مكان، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم عليك ببشار ومن معه ومن عاونه. اللهم عليك ببشار ومن معه ومن عاونه. اللهم واحصهم عددا، اقتلهم بددا، ولا تبقي منهم احدا. اللهم فرق شملهم وشتت جمعهم، وارنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم لا ترفع لهم راية، واجعلهم للمسلمين عبرة وآية. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الكفار والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين.
اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزل من مات منهم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.